خاص. نرحب أيضا بمدى الكليات ورؤساء الأقسام معنا والسفراء الحاضرين معنا ولأنا من الأسرة الإعلامية في مختلف. موضوع البريكس هو واحد من القرارات الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. هو واحد من القرارات الاستراتيجية، يعني فيه العديد من القرارات، ولكن هذا أبرزها وقد حظي باهتمام الطبقة السياسية والإعلامية وكما نشاهد حتى الطبقة الأكاديمية عن طريق كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وقلت قرار استراتيجي لأن الهدف الأساسي من وراء طلب الانضمام إلى مجموعة البريكس يكمن في السعي إلى تنويع العلاقات الدولية إلى الجزائر. Pourquoi je commence par citer le G7 parce que le gros problème enfin la grande compétition c'est entre le G7 et les BRICS en ce moment. Le monde occidental est représenté par le G7. Donc face au G7 qui a été créé en 1975, le groupe des BRICS qui représente pour le moment seulement 5 grands pays qui est né en 2006 est pratiquement une alternative à la Banque mondiale et au FMI, ainsi qu'au G7, et prévoit bien sûr de s'ouvrir aux pays émergents qui sont non membres, dont beaucoup d'entre eux ont déjà exprimé leur souhait de participer à ce forum. موضوع انضمام الجزائر إلى البريكس هو موضوع مهم، خاصة وأن عالم اليوم يتجه نحو ترتيبات إقليمية جديدة تسعى إلى تغيير ميزان القوى للعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي من خلال إنشاء تكتلات دولية فاعلة بين المجموعات الدولية وبما يتناسب مع إمكانيات وقدرات الدول الأعضاء فيها. إذن هذا الملتقى يهدف إلى معالجة البنية الهيكلية والاقتصادية والمالية لدول البريكس وكذا الجزائر وقدرتها على مراجعة إكراهات النظام الاقتصادي والسياسي العالمي.